حياكم الله متابعينا الكرام، ومع نائب رئيس رابطة الهواة لكرة القدم الأستاذ ولي موسى. اليوم نجدد معاه اللقاء ونفخر تواجده خصوصا لدعم هذا المجال الكروي. أهلا وسهلا فيك. أول شيء السلام عليكم، ونصلي على الحبيب، ونشكركم على قرعة جميلة ومتواضعة وسلسة أعتبرها، وقاسية في بعض المجموعات. الله يعطيكم صالح الأعمال وصالح الوقت في خدمة الشباب بإذن الله. أنتم كمان دائما كدعمكم وحضوركم ومواكبتكم هذه البطولات خصوصا يعني تجمعوا لمة الشباب ولمة الأحباب، وهي الرياضة دائما متنفس للتعارف. إيه خير ما قلت. طبعا دائما أنا لو نخليها بطريقة على قولهم أو مسمى الحقيقي لا للتعصب، دائما الكورة نحن نخليها في محور المستطيل، لكن بعد المستطيل حتى في المستطيل يعني بين اللعيبة نعتبر يعني ما حد يقبل خسارة وشيء من ذلك، لكن ما نبغاها تطلع يعني خارج الناس وأمور غير جديرة بغير. فعلا الكورة تجمعنا وما تفرقنا. اليوم كيف ترى تنظيم بطولة AMY الرابعة؟ والله العظيم أنا أشوف التنظيم، طبعا في مثل يقول لك ليالي العيد تبان من عصاريها. طبعا أنا والله العظيم يوم جيت اندهش من البوستر الجميل طريقة. وطريقة اللي قاعدين بيتسووا القرعة هذه، وأسفي الشديد أني جيت متأخر، بس النظرة تكفي على أني أقول لك شكرا، وشكرا للجميع من أحمد موتان إلى آخر واحد فيكم. شكرا لك أنت، وإن شاء الله بإذن الله نطمح لقبول أكبر، ونطمح بإن شاء الله هذا الجيل يكون حاضر معنا بإذن الله في المستقبل. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب دوم إن شاء الله، والله أكتب لكم النجاح والتوفيق، ونحن في خدمتكم في أي وقت. الله يعطيك العافية، شكرا لك.